السلام عليكم. اليوم محاضرتنا هي رقم 2 لمادة هندسة المرور المرحلة الثالثة. اليوم محاضرتنا راح نتكلم بها عن موضوع جدا مهم، وهو موضوع الكاباسيتي عن سيرفيس فوليوم وايضا الليفل اوف سيرفيس. الكاباسيتي نقصد بها اللي هي الاستيعابية، والاستيعابية ممكن انه نعرفها على انها اكبر عدد من السيارات ممكن أن تمر في يعني في لين واحد، أو اللي نسميه إحنا بالعامية المسار لطريق معين خلال فترة زمنية محددة وتحت الظروف المناخية والمرورية السائدة. بينما السيرفيس فوليوم أو يعني نطلق عليه إحنا الحجم المخدوم يمثل لنا عدد السيارات التي يعني يمكن لها المرور على مقطع معين من الطريق أيضا خلال فترة زمنية معينة، لكن بشرط أن تكون تحت الظروف التشغيلية والملائمة لهذا يعني الطريق، ويكون هذا الطريق لا يعاني من أي اختناقات أو أي ازدحامات مرورية. طبعا الكاباسيتيز هنا تم تعريفها يعني او اعطاء حدود لها لمستويات مختلفة او اشكال مختلفة من الطرق. مثل ما تلاحظون هنا النوع الاول اللي هو ادنى الفري واي عند اكسبرس واي يكون بها الكاباسيتي، طبعا يعني هي تعطى او شلون يعني الوحدات مالتها اللي هي بدلاله الباسنجر كار يونت بير لين بير اور، ف اقصى استيعابيه ممكن انه يتحملها طريق سريع اللي هي 2400 سياره لكل لين على هذا الطريق خلال ساعه واحده. وعندنا نفس الشيء التو لين هاي واي، وعندنا الاربن سيجنالايز انترسكشن، وعندنا الرورال سيجنالايز انترسكشن، وعندنا ايضا الراوند اباوت. فكل وحده من عندهم تلاحظون لها استيعابيه معينه، هذه 2400 هذه على التو لين هاي واي لانه عندنا عده مسارات ممكن انه تكون استيعابيه مالته اكبر. وعندنا الأربن سيجنالايز اللي هو التقاطعات اللي محكومة بالإشارة المرورية، تكون داخل المدينة استيعابية حوالي 1900 سيارة تمر بها خلال الساعة، وممكن أنه يعني التقاطعات اللي موجودة في المدن الريفية تتحمل أقل من هذا الشيء. وأيضا الراوند أباوت اللي هي الاستدارات او الفلكات احنا نسميها الفلكة عادة. فايضا انه نقدر نعرف الترافيك فلو ريجيم اللي هو عبارة عن يعني وصف يعني الكباسيتي اللي تحصل عندنا على الطريق. فعندنا هنا ثلاث انواع من الترافيك فلو. النوع الاول اللي هو ممكن انه يكون عدد السيارات اللي داخلة بهذا الطريق او اللي واصله تكون اقل من ما يتم يعني احنا خروجها او نسميها السيرفينج اللي هو يخدمها هذا الطريق، معناته السيارات جدا قليله مره على هذا الطريق. بينما الساتوريشن انه يكون السيارات اللي موجوده على هذا الطريق هي تقريبا تخرج بدون مشاكل بدون اي ازدحامات، فنطلق يكون بها الكيو سيرفينج او عفوا الكيو ارايفنج يساوي الكيو سيرفنج. بينما اذا كانت مزدحمه او اوفر ساتوريتد او كونجستد فلو احنا نسميها، فتكون عدد السيارات الداخله بهذا الطريق جدا مزدحمه وتحاول ان توجد لها في سبيس معين او تعمل يعني اوفر تيكينج على بقيه السيارات فتسبب لنا مشاكل الزحامات المروريه، فاحنا نسميها هذا over saturated or يعني congested flow، فيكون بـ queue arrive جدا كبير ويعني مو بسهولة انه يعني يكمل او ينفذ بهذا الطريقة، يكون queue arriving اكبر من queue serving، فتحصل عندي على هذا الطريق تأخيرات كبيرة. ايضا عندنا مستويات الخدمه. المستوى مال الخدمه ممكن انه نعرف على انه فد مقياس لجوده هذا الطريق.
او يعني حجم هذا الفلو او اللي موجود او عدد السيارات اللي موجوده او الكثافه المروريه الموجوده على هذا الطريق. طبعا قسموا الهاي واي كاباسيتي مانوال اللي هو نشرته نوعا ما الترانسبورتيشن ريسيرش بورد الامريكيه، قسمت المستويات الخدمه لطريق الى 6 مستويات. طبعا المستويات هي تبدي من الأقل إلى الأكثر، طبعا الأقل اللي هو الفري فلو احنا نسميه فري فلو، تكون بعدد السيارات هنا جدا قليلة، ويكون السائق إلى حرية للمناورة واختيار السرعة اللي يريد يمشيها على هذا الطريق. بعدين شوي شوي من تبدي السيارات هنا تزداد وتزداد أدي الكثافة المرورية على الطريق، راح يبدي السائق يعاني بمشكلة اختيار السرعة المناسبة اللي يريد يمشي عليها، وأيضا تكون مقيد بالحرية المناورة أيضا ما بين السيارات، أنه ما يقدر يشتغل يعني السيارة اللي أمامه بسهولة، لازم يقلل، لازم يشوف له فد سبيس بحيث يكفي للمناورة، وما يقدر يزيد السرعة لأن أكو طبعا سيارة أمامه بالمسار المجاور له. فشوي شوي تبدي هذا الليفل يبدي يصعد، فنسمي احنا الليفل الاول بالفري فلو، وبعدين عندنا ريزونبل فري فلو، وعندنا الستيبل، وعندنا ابروتشنج انستيبل، وبعدين يتحول الى انستيبل، واخر شيء اللي هو يعني نسمي احنا الاختناق المروري او الازدحام نسميه بالكونجست فلو، وهو اسوأ انواع الليفل يعني على الطريق. فعندنا ايضا هنا المنظمه او عفوا الترانسبورتيشن ريسيرش بورد انه صنفوا مستويات الخدمه يعني لطرق مختلفه. فاحنا هنا مثلا نشوف عندنا مالتي لين هاي واي، هذه الطرق اللي موجوده عندنا داخل المدينه. مثل ما تلاحظون هنا ليفل اوف سيرفيس موجودات عندي اي بي سي دي والاف اللي هو الاخير، يعني هذا يكون يعني نادرا او يعني المفروض انه يعالج بحيث يوصل الى المستويات على الاقل اللي قبله الى مستويات احسن من عنده. فمثل ما تشوفون هنا يعني صنفوا الطرق حسب السرعه اللي يعني هي مسمات على هذا الطريق. فاكو طريق سرعته 60 ميل بير اور، وعندنا طريق 55 ميل بير اور، وعندنا 50 ميل بير اور، وعندنا 45 ميل بير اور. كل واحد له تلاحظون له الدنسيتي الخاصه به لكل ليفل. طبعا هنا مثلا الدنسيتي مال طريق ابو 60 ميل بير اور اذا كان ليفل مالته اي فهو عندي 11 دنسيتي، 11 سيارة عندي على هذا الميل باللين الواحد، وعندي الافرج سبيد مالتهم، وعندي الفوليوم تو كاباسيتي هذه راح نجي نشرحها، وعندنا الماكسيمم سيرفيس فلو ريت. مثل ما تشوفون هنا عندي اقصى شيء يوصل اليه هو 2200. طبعا هذا الجزء الايسر هو خاص بالسرعة بالميل بير اور، تلاحظون هنا الجزء الايمن راح تكون هي يعني السرعة مكافئة للجزء الاول لكن بالكيلومتر بير اور. فأدي هنا 60 ميل بير اور هي تقريبا تعادل ال 100 كيلومتر بير اور او شوية يعني اقل من عندها. فعندنا هنا الوحدات بالكيلومتر بير اور، وهنا عندنا الوحدات بالميل بير اور. نفس الشيء اقدر اني استنتج الطريق او اقدر يعني انه اعرف شنو مستوى الخدمة مالته من خلال هذا الشكل. فعندي هنا الافرج كار سبيد، افرج باسنجر كار سبيد طبعا بالميل بير اور. مثل ما تشوفون اكو شكل ثاني بالكيلومتر بير اور. هنا عندي السرعة، وهنا عندي الفلو، وعندي هنا الدنسيتي. فبمجرد انه معرفة على الاقل 2 من هذولي البارامتر سبيد او الدنسيتي او الفلو اني اقدر استنتج هنا مستوى الخدمة ايش قد، وعندي هنا الفري فلو مال هذا الطريق ايش قد بالضبط، اني السرعة اللي اني مسموح امشي عليها على هذا الطريق
هذه ايضا محددة عندي، ممكن انه اي عنصر من هذول المعلومات اقدر استنتج منه على نوع الليفل. فاذا عندي نقطة مثلا هنا بحدود 500، خلينا نقول هنا 600 فلوريت، وعندي السرعة مثلا 60 ميل بير اور، فاجي هنا اسقطهم واحدة على الثانية واختار شنو الدينسيتي. مثلا اذا قال لي الدينسيتي بحدود مثلا 15، فاني راح اخمن انه هذا 600 وهاي 15 تقريبا، وتقاطعها مع بعضها تقريبا يطلع لي المستوى هو بي. وهكذا بالنسبة لبقية الامثلة. عندنا ايضا العوامل اللي ممكن انه تأثر على هذا الليفل اوف سيرفيس. فعندنا العامل الاول اللي هو السبيد اند ترافل تايم، اللي هي السرعة وزمن الرحلة. ليش؟ لأنه هذه تدخل في تصنيف الطريق. فأنا من أجي أصمم طريق أنا لازم أوضع له سرعة محددة لهذا الطريق، فإذا كانت أقل أو أكثر ممكن أنه هذه تأثر لي على زمن الرحلة، وبالتالي تأثر لي على نوع الفلو الداخل إلي وإلى هذا الطريق، وبالتالي حدد لي هذا مستوى الخدمة. أدي النقطة الثانية اللي هي الفريدوم تو مانوفر، مثل ما قلنا أنه حرية المناورة للسائق تزداد، بمعنى أنه يعني هذا السائق مرتاح أكثر حتى يتاج السيارة اللي أمامه. فكل ما كانت هذه يعني الفريدوم تو مانوفر عالية، كل ما كان مستوى مال الليفل عندي عالي، معناته أكو سبيس عندي على الطريق والطريق غير مزدحم والسيارات قليل، فيقدر يعني السائق براحته انه يتحول الى المسار المجاور له ويجتاز السيارة اللي امامه. السيفتي اند اكسيدنتس، هذه معناته انه عامل الامان هو عنصر اساسي يدخل في تحديد الليفل اوف سيرفيس لهذا الطريق، بحيث انه الحوادث لازم تكون اقل ما يمكن. فكل ما زاد عندي عامل الامان على الطريق، انا وفرت مثلا سبيد رادار، او مثلا وفرت فد اشارات معينه، او وفرت فد يعني علامات معينه تزيد من يعني العامل الامان الموجود على هذا الطريق، كلما قلت اعداد الحوادث وبالتالي يزداد عندي الليفل اوف سيرفيس. عفوا. عندي النقطة الرابعة اللي هي traffic interruption or restriction، اللي هي التوقفات المرورية لكل كيلومتر، او اقصد بها هي اي تأخير يحصل على الطريق بسبب مثلا حادث معين، او بسبب يعني وجود مثلا فرق للصيانة على الطريق، او مثلا وجود سيطرة تفتيش. فهذه كل الامور هذه ممكن انه تسبب لي تغيرات في السرعة اللي يسير عليها هذول السواق، وبالتالي راح تزداد عندي التأخيرات. فأنا كل ما كانت هذه التوقفات او هذه العوامل المسببة للتوقفات اقل ما يمكن، كل ما يكون عندي تأخير والفلو يمشي بصورة طبيعية والطريق يكون عندي مفتوح، ويزيد هذا من الليفل اوف سيرفيس عندي للطريق. عندنا النقطة الخامسة اللي هي driving comfort and convenience، اللي هي راحة السائق في قيادة المركبة، بحيث يعني انه ما يتأثر ولا يؤثر على بقية المركبات، وتكون هذه المركبة مالته ملائمة او السير مالته ملائم للبيئة المجاورة او اللي منشأ عليها هذا الطريق. النقطة السادسة اللي هو العامل الاقتصادي او الايكونومي، يكون جدا مهم يدخل في تصميم الطريق، لانه مثل ما تعرفون يعني الطريق له ميزانية معينة، فأنا كل ما هذه الميزانية كانت قوية عندي كل ما احصل جودة عالية من الطريق. بينما إذا أنا يعني مهتميت بهذا الطريق وجبت له يعني مواد يعني مو زينة، مثلا نوعية الأسفلت او نوعية الحصو اللي يعني منشئ من عندها هذا الطريق، فراح يكون عندي هذا الطريق بالمستقبل محفر او يكون ربما خشن، او حتى لو كان يعني ما الطريق هذا ما مبلط، مثلا طريق ترابي، فبالتالي هذا يعني مثل ما قلنا انه يكون مستوى الخدمة جدا يعني واطئ عندنا على هذا الطريق، ويسبب لي همين ايضا مشاكل بالسيارة لانه يسبب لي عطلات بالمستقبل.
فاذا اني عندي يعني نوعا ما تو بارامتر اني اعتمدها او متغيرات اثنين اني اعتمدها في قياس الليفل اوف سيرفيس. شنو هي يعني المتغيرات او اهم نقطتين اللي هي عندي الافريج ترافل سبيد او اللي احنا عرفناها بالسبيس مين سبيد بالمحاضره الاولى، وممكن انه هذه السبيس مين سبيد تكون داخل الاربن اريا احنا نسميها دائما SMS، او ممكن انه تكون هي نفس الاوبريشن سبيد لكن بالمناطق الريفيه، فعندي بالمناطق الحضريه او بالتقاطعات الحضريه او على الطرق داخل المدينه او فاحنا نسميها بالSMS او سبيس مين سبيد، بينما بالمناطق الريفيه بالرورال اريا او الرورال رود فاحنا نستخدم الاوبريشن سبيد. ايضا العامل الثاني اللي يأثر على او يحدد لي نوعية الليفل اوف سيرفيس اللي هو الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو، وهذه هنا الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو هذا اقصد بها يعني حنجي عليها بالسلايدات القادمة. فعندي هنا الرسم راح يكون هو فوليوم تو كاباسيتي اللي هي ما تعبر الواحد، هذه هنا وليس 10 هنا 1.0، فتنتبهوا لها هاي كل زين لانه هنا ما واضحه عندي بالرسم، فهنا ما تعبر الواحد، فالفوليوم تو كاباسيتي هي يعني رقم ما بين الصفر والواحد، وعندي السبيد اللي هي تكون يعني على هذا الطريق مثلا او على مجموعه طرق لحد مثلا 120 كيلومتر بير اور او كذا، فاني هنا من خلالها يعني اذا عندي السبيد مال هذا الطريق وحسبت الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو طلعت مثلا اقل من واحد او يساوي الى واحد، فاني اقدر احدد الليفل اوف سيرفيس من هذا الشكل. فنجي هسه الى تفاصيل الاستيميشن او تخمين المستوى مال الخدمه على الطرق. طبعا اكو علاقه جدا مهمه تغطي هذا الشيء اللي هو هذه المعادله، وهذه المعادله هي مكونه من عده بارامترات. البارامتر الاول اللي هو الناتج او نسميه احنا السيرفيس فلو ريت او يعني الحجم المروري المخدوم تحت مثل ما قلنا الظروف السائده اللي هي تكون على one direction يعني لاتجاه واحد من الطرق، فاذا كان الطريق عندي دو اتجاهين فاني راح استعمل اتجاه واحد. فشون اني احسب هذا السيرفيس فلو؟ فهي او سيرفيس فوليوم اللي هو عباره عن اول فوليوم على البيك اور فاكتور، هذه اللي شرحناها بالمحاضره السابقه. فالسيرفيس فلو هو نفسه البيك فلو اللي شرحناها، فأقدر بسهولة استنتج من هذه المعادلة. وعندي السي اللي هي الكاباسيتي اوف هاي واي لين، مثل ما تشوفون هنا هاي واي لين مسار واحد على الطريق under ideal condition تحت الظروف يعني المثالية، تقاس هذه الكاباسيتي بوحدات البي سي يو لكل اور لكل لين. وعندي الفوليوم تو كاباسيتي اللي هي ماكسيمم الاوبل ديماند احنا نسميه على الكاباسيتي ريشيو، وعندي الان تمثل لك النمبر اوف لين على وان دايركشن يعني عدد المسارات على اتجاه واحد من الطريق. فاذا الطريق عندي مثلا تو واي فور لين، فاذا انت عندك النمبر اوف لين هنا 2 على اتجاه واحد على one direction. زين بعد اكو عندي فاكتورات هذه يعني تدخل عندي في حساب السيرفيس فلو اللي هو ال FW وال AB وال FHV، فهذه كلها هنا نسميها adjustment factor. الاول هو for straight lane width انه ممكن انه يواجه السيارة الماشية ممكن ضيق في اللين بسبب مثل ما قلنا صيانة او توقف، والاف بي اللي هو نون ريجولار درايفنج بيهيفير يعني انه اكو سواق شويه
يكونون يعني يحبون يتجاوزون السرعة، أو ممكن يحبون يعني يناورون أو يكثرون من عمليات المناورة على مع بقية السيارات على الطريق. وعندك ال FHV اللي هو presence of heavy good vehicles، نسبة تواجد أو علاقة يعني هذا الفاكتور بنسبة ال heavy good vehicle الموجودة عندك على الطريق، أو يعني نسبة السيارات الثقيلة احنا نسميها أو المركبات الثقيلة. فإذا أني الخطوات حتى أطلع الليفل ماي سيرفيس الليفل أوف سيرفيس لهذا الطريق، لازم أدي أول شيء أحسب الكاباسيتي اللي هي بوحدات مثل ما قلنا الباسنجر كار بير لين بير أور، وعندي وراها أحسب الساتوريشن أو عفوا وليس الساتوريشن هو السيرفيس فلو. السيرفيس فلو مثل ما قلنا أنه أحسبه من أول فوليوم على البيك أور فاكتور، وأطلع البارامترات إذا كان يعني معطيني إياها بالسؤال فأني أستخدمها وأدخلها بالمعادلة. ممكن أنه تجيك هذه الفاكتورات على هيئة جداول إلها علاقة يعني هذا الفاكتور مثلا بالسرعة أو إلها علاقة بالدينسيتي، فنقول لك مثلا هذا الطريق ذو سرعة كذا، وأنطيتك عندي مجموعة من الجداول فتدخل على الجدول وتختار السرعة ومن عندها تطلع قيم هذه الفاكتورات. أو ممكن أنه ما تعطى لك بالسؤال فتفترضها أنه مساوي إلى واحد وتعوضها بالمعادلة وانتهى الموضوع. عندي بعدين لازم أوجد الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو، ومن أطلع هذه الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو راح أدخل على الجداول اللي شفناها هسه أو راح نشوفها هسه بالأمثلة اللي تجي، فراح أطلع من عندها مستوى الخدمة لهذا الطريق. عندي هسه مثلا هنا إكزامبل اللي هو أن إكزيستنت فور لين هاي واي، عندي طريق من أربع لينات. طبعا انا راح افهم اللي هو الاربع لينات هو اكيد تو واي، اثنين مثلا باتجاه الشمال اثنين باتجاه الجنوب فرضا. السرعه على هذا الطريق 80 كيلومتر بير اور، فتنتبه كل زين انا مرات ما انطق كلمه سبيد فتستدل عليها من خلال الوحدات وذ 80 كيلومتر بير اور، فانا راح افهم انه السرعه المسموحه على هذا الطريق اللي هو 80 كيلومتر بير اور. In urban area serve a peak hour demand of 2400 vehicle per hour، يخدم تقريبا حجم مروري مقدار 2400 سيارة بالساعة. هذا الحجم المروري مكون من 10 تراكس 10% تراك و 3% باصز، فإذا كان الـ PHF مقداره حوالي 90% و all driver are regular و lane capacity يستوعب فقط 2000 سيارة per hour per lane. What is the level of service of this highway؟ طبعا نجي مثل ما قلنا الخطوات، اجي احسب الـ SF، فالـ SF اني او service flow شلون احسبها من اول لفوليوم على الـ peak hour factor، فاني عندي الاول لفوليوم هسه حاليا مجهول، فلكن اني منطيني شنو؟ منطيني الـ peak hour demand اللي هو اقصى سيارات ممكن انه اقصى عدد من السيارات ممكن انه يمر في ساعة الذروة فهو 2400، لكن هذه شبيه السيارات مكونة من 10% تراك يعني ناقلات ثقيلة او يعني سيارات ثقيلة، وعندي 3% باصات، فاجي احول هذا الرقم بدلالة الـ PCU per hour. فشلون احوله؟ يعني العشرة بالمئة راح اضربها بالفاكتور اللي عادل هذه التراك اللي هو انتم ماخذيه بالفصل الاول هي تعادل 3، وعندكم البصد اضربها في فاكتور حتى احولها الى باسنجر كار اضربها في 2، والمتبقي عندي من الفلو اللي هو حوالي 87% لانه هاي 10 و13 فصار 10 و3 صاروا 13، فاذا المتبقي من الفلو هو عبارة عن كارز فاضربها في 1 والمتبقي اللي هو 0.87 فيطلع لك الرقم عندك او الاول لفوليوم 2952 باسنجر كار بير اور. اجي وين هذه اعوضها بالمعادلة مال السيرفيس فلو حتى استخرجه.
اول لي فوليوم على البيك اور فاكتور اللي معطى لك بالسؤال، راح يطلع لك السيرفيس فلو، فهو وحداته طبعا نفس وحدات الاول لي فوليوم. عندك تجي للمعادله هذه اللي هي حتى تستخرج من ادها ليفل اوف سيرفيس، واهم شيء عندي اني من هو الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو، فعندي الاس اف معلوم والكاباسيتي اني منطيني اياها بالسؤال، انتبه عليها كل زين، هذه على لازم تكون على لين واحد وليس اكثر من لين. ف 2000 والبي سي هو المجهول، وعندك عدد اللينات على الاتجاه الواحد مثل ما قايل انا هنا انا 4 لين، فاذا انا راح اختار نص هذا العدد اللي هو 2 يكون باتجاه واحد، وبما انه ما منطيني معلومات عن الفاكتورات المؤثرة اللي حكينا عنها فراح اني كلهم اعوض عنهم بالرقم واحد، فيطلع لك النتيجة الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو مقدارها حوالي 0.82 او حوالي 82%. هسه وين اجي اروح؟ بما انه اني ايش قايل لي هنا شنو نوعية هذا الهاي واي اللي هو راح افترض انه مالتي لين او تو واي هاي واي، فاجي اروح على الجدول اللي اني يعني محدد لي اياه بالهاي واي كاباسيتي مانوال، اروح على مالتي لين او تو واي هاي واي، فاجي اني محدد لي السرعه اعتقد كانت 80 كيلو متر بار اور، وعندك هنا مقدار اجي ادخل هنا على المعلومات مال density وسبيد انا ما تهمني، لكن اللي يهمني اللي هو الماكسيمم فوليوم تو كاباسيتي انا اللي طلعتها عندي بالسؤال 0.82، فعندك اقصى فوليوم تو كاباسيتي ريشيو اللي 0.85 فتكون قريبه تقريبا من ادها، فانا راح افترض انه الليفل اوف سيرفيس هذا عندي شنو دي، ف اكتب هنا الليفل اوف سيرفيس اذا هو لهذا النوع من الطريق اللي سرعته 80 كيلومتر بير اور، وهذه معلومات بالسؤال، فيكون عندي الليفل اوف سيرفيس هو نوعيته دي. نجي على الاكزامبل اللي بعده اللي هو ان اربن فري واي، تلاحظون هنا فري واي طريق سريع جدا يعني خارج المدينه، و يكون was designed to expect a carry direction design our volume of 4000 سيارة بالساعة. مكون طبعا هذا الترافيك فلو او الفوليوم من 10% تراك و 15% بصل، والبي اتش اف كان الى 0.89، فاذا كان الليفل اوف سيرفيس اللي هو سي هذا محدد الى الليفل اوف سيرفيس، والسرعة على هذا الفري واي 120 كيلومتر بير اور، انتبه كل زين هنا هل هي ميل او بير اور، لان هذا مثل ما قلت لك بالجدول اكو نوعيتين من السرعة، اكو بالميل بير اور واكو بالكيلومتر بير اور، ف how many lane would be required without capacity restriction if lane capacity is 2000 PCU per hour per lane assume and required data suitably. نجي همين للخطوات شي يريد هسه هنا اني معطى الي الليفل اوف سيرفيس ومعطى الي كل معلومات السؤال، شي يريد النمبر اوف لين المكون من عنده هذا الفري واي، فعندك تجي تحسب نفس الشيء الاس اف من خلال اول فوليوم، عندك شنو 4000 سياره اول فوليوم ومكونة من 10% تراك و 15% بصل، تضرب كل منهما يعني بالفاكتور حتى أحولها إلى PCU، والمتبقي من الرقم راح أضربه في واحد اللي هو حيمثل لك passenger car، فالنتيجة أنها تطلع 5400 passenger car unit per hour. عندك الـ SF هو قسمة هذا الرقم على الـ PHF ويطلع لك 6068 تقريبا PCU per hour، وأدخل للمعادلة وأعوض يعني المعلومات اللي عندك معطاة بالسؤال. نجي على الـ Volume to Capacity Ratio، أنا ما منطيني يعني بالسؤال، لكن شو منطيني؟ منطيني الـ Level of Service ومنطيني السرعة. أجي أروح على
هذا التيبل. طبعا هذا التيبل يختلف عن التيبل اللي قبله. اللي قبله شفناه مالتي لين او تو واي، فبينما هنا هذا فري واي سيجمنت. فاجي ادخل هنا على الجدول واروح على السرعه، انا عندي هاي الجهه كلها بالميل بير اور، اجي اروح على الكيلومتر بير اور 120 وليفل سي، فادخل على الفوليوم تو كاباسيتي ريشيو اللي هي 0.77، طلعتها عوضها بالمعادله راح تعطيك هذا الشكل، ويكون المجهول الوحيد عندك اللي هو النمبر اوف لين. فبحل المعادله راح يطلع لك النمبر اوف لين تقريبا 3.94، او يعني احنا نقربها دائما للاكبر، فهي راح يكون عندك 4 لين على هذا الطريق. يعني هاي الفور لين هي صايره على one direction، ترى تنتبهون، يعني هذا الطريق ممكن انه يكون من 8 حارات، 4 حارات او 4 مسارات على direction واحد. هذه كانت كل محاضرتنا لليوم، شكرا جزيلا، ونتمنى انه تتابعون ويانا بالمحاضرات الجاية، وايضا تستفادون من الامثلة. ممكن انه تراجعون الامثلة اللي موجودة بالمصادر اللي ذكرتها بالمحاضرة الاولى للاستفادة اكثر والاطلاع اكثر على يعني تفاصيل هذه المادة والامثلة المحلولة بالشابترات اللي موجودة بالكتاب المنهجي والمصادر الاخرى الخارجية. ايضا ممكن انه تحلون يعني الامثلة او تطلعون على اي امثلة اخرى من الانترنت. شكرا جزيلا.